إذا العبد اتقى الله الله يعلمه، ولا شك أن معرفة أعرافهم وأناجيلهم وما يؤمنون به أن هذا عون على إفحامهم وعلى إسكاتهم. لكن المسلم إذا اتقى الله عند الحاجة الله يبصره بالحجة، لكن لازم يتسبب. أنت أول شيء مع اليهود ومع النصارى لازم يكون البحث متدرج. أول شيء تبحث معهم هل الكون له موجد أو لا، ما تروح تبحث عن الفرعيات، لا، أول شيء هل الكون له موجد ولا لا. فإذا آمنوا بهذا الموجد، هل هذا الموجد للكون أرسل رسلا أو لا؟ فإذا آمنوا بهذه الرسل، يعني بعدين تقول هذه الرسل جاءت بكتب، هل تؤمن بهذه الكتب؟ بعدين تأتيهم بما جاءت به الكتب، هذه درجة ثالثة. أما تروح تبحث مع الجزئيات وهو ما هو مؤمن، هذا لا يصلح. أول شيء الإيمان بالله، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. يا انظروا في ملكوت السماوات والأرض. فالإيمان بالله، ثم الإيمان بالرسل، فإذا آمنوا ثم الإيمان بالكتب التي أنزلت، بعدين تحاجهم بالكتب إذا آمنوا بالرسل، في كتابكم قال كذا وفي كتابنا قال كذا، وبعدين تقول لهم إنهم بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم لا يهودية ولا نصرانية. اليهودية والنصرانية بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم منسوخة، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ ومهيمنا عليه. والله لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. نعم تدرس وتحاول أن تقنعهم بالطريقة التي يقتنعوا بها. نعم، وأصلا الإسلام أصلا مقنع، هم يعرفون أنه دين صحيح، ولذلك هم يخططوا ويكتموا. لما اكتشفوا ليلة القدر كتموها في ناسا، لأنها تكون فيها الشمس هادئة، الصبح هادئ، وليلة ما فيها، قالوا اكتشفوها ولا أخبروا أحد، لأنهم لو أخبروا الناس تدخل في الإسلام. ذلك الآن أكبر معجزة هي الصلاة، لأن الآن يقول لك الإنسان إذا لم يتريض يمرض. الرياضة لا بد الإنسان يتحرك أو يمرض. أكبر رياضة الصلاة، لا تفقع عين ولا تكسر ظهر ولا تكسر عظم، 5 صلوات في اليوم والليل، والحركات هذه في كل خلية تستفيد، الركوع والسجود والقيام وطول القيام وطول السجود، شيء عجيب. لذلك قالوا إن السجود أنه يزيل الكآبة، قالوا لأن الجسم فيه كهرباء فإذا سجد ينسحب هذا، قالوا لا، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. كل ديننا إعجاز، الصوم إعجاز، الزكاة إعجاز، الطهارة إعجاز، الوضوء إعجاز. دخلت امرأة النار في هرة، ودخلت امرأة من بني إسرائيل بغي الجنة بسبب كلب سقته. إذا نحن سبقنا لحقوق الحيوان وحقوق الإنسان، بس نحن نريد الثمن والمثمون، نحن ما عندنا استعداد للبذل، نريد كل شيء. الله يقول فاستبشروا ببيعكم، أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا، ذلك ظن الذين كفروا، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. الآية